تقدم هذا الحق. في أي أسئلة ثانية؟ آخر سؤال سامح الخطيب من بريتنز. عندي سؤال أستاذ تشال عن فيلم الافتتاح. ثاني حاجة، هل في اللغة التانية أي إضافة لي بالنسبة للأماكن العربية في القانون هل يكون تحديثها تطويرها في إضافات ليها؟ يعني أولا بخصوص أماكن العرب، يعني السؤال الأسهل، إحنا بيكون هناك في مدينة مثل لبونة 5 قاعات عرب بأحدث